تصريح مصري أرعب إثيوبيا. صرخت وزارة الخارجية الإثيوبية بعد تصريح مصري. التصريح جاء على لسان وزير الخارجية سامح شكري بعد سنوات طويلة من المماطلة الإثيوبية والتعنت، حيث تصر إثيوبيا على مواقفها العدائية بخصوص سد النهضة بعد رفضها تدخل مجلس الأمن والولايات المتحدة واعتراضها على صيغة الاتفاق التي أقرها الطرفان في واشنطن، إلى جانب عشرات الجولات من المباحثات التي انتهت في نفس النهايات، وكان عنوانها مماطلة ومراوغة إثيوبية الموقف المصري. لم يتخلى الموقف المصري عن ضبط النفس ومراعاة كافة الاعتبارات والعلاقات، واعترافاً بحقوق البلاد في التنمية التي لا تضر بحقوق الشعوب الأخرى، ومطالبة مستمرة لاتفاق يحمي ويحفظ حقوق الأطراف. كل الخيارات مفتوحة، أكد وزير الخارجية المصرية أن مصر لها الحق في الدفاع عن مصالح شعبها. كل الخيارات مفتوحة وتظل كافة البدائل متاحة. مصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها، وأضاف كل الخيارات مفتوحة وكافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها. أديس أبابا تصرخ. رد وزير خارجية إثيوبيا على تصريحات شكري وقال أنها تحمل تهديداً لإثيوبيا بشأن سد النهضة وأن إثيوبيا ترفض هذه التصريحات. فكيف ترى موقف إثيوبيا المتعنت؟ شاركنا برأيك وتعليقك.